احتفلت تيلي لومير ونورسات بالعيد 33 على تأسيس المحطة الأم ضمن قداس إلهي ترأسه غبطة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي بكركة. حضر الاحتفال ممثلو رؤساء الكنائس ومجلس إدارة تيلي لومير ونورسات والدكتورة باسم السمعان المديرة الإقليمية لفضائية نورسات في الأردن وفلسطين وأصدقاء وأحباء نورسات الذين غصت بهم كنيسة الصرح. وبعد تلاوة الإنجيل المقدس ألقى غبطته عظة شدد فيها على أهمية تيلي لومير وفضائياتها في نشر كلمة الله ونقلها إلى مختلف أقطار العالم، ووصفها بالنعمة الموهوبة لكنيسة لبنان. الريح الشديدة ترمز إلى هبوب الروح القدس حيثما يشاء ليخلق واقعا جديدا في الإنسان. نحن نسمع صوته كالرياح، لكننا لسنا ندري لا من أين يأتي ولا إلى أين يذهب، كما شرح الرب يسوع لنيقوديموس. الألسن النارية المستقرة على كل واحد منهم ترمز إلى مواهب الروح القدس السبعة، وهي الحكمة والفهم والعلم لتنير العقل والإيمان، المشورة والشجاعة لثبات الإرادة والرجاء، التقوى ومخافة الله لإذكاء محبة الله في القلوب. اللغات المتعددة ترمز إلى إيحاءات الروح القدس في حياة المؤمنين والمؤمنات، وإلى اللغة الوحيدة التي يفهمها جميع شعوب الأرض، لغة المحبة. وفي كلمته تطرق رئيس مجلس إدارة نورسات ومدير عام تيلي لومير السيد جاك الكلاسي إلى كل النعم والمواهب المعطاة لنا من قبل الله، حتى بتنا نستعمل كل ما أعطي لنا لفعل الشر وإشعال الحروب والنزاعات بدلاً من استعمالها في بناء الإنسان وخير البشرية. وعن مواكبة المحطة للتكنولوجيا والتطور التقني قال الكلاسي: سوف نستعمل كل ما يساعد تيلي لومير في مواكبتها للحداثة، أما عندما تصبح هذه التقنيات ضد الله وضد الإنسان فالأمر مختلف. الله خلق هالكون بكلمة، وإلا الأرض كوني فكانت. هو قدر كمان بكلمة يقول للأرض زولي فتزول. مع الله ما رح تلاقي مشاكل، ومن دون الله ما رح تلاقي حلول. تيلي لومير علامة لحضور الله مع الناس. تيلي لومير هي حماية لشبابنا والأجيال اللي جاية من التعصب والعنف. تيلي لومير لتذكرك إنك حامل أمانة من أجداد أجدادك سفكوا دمهم ليحافظوا على إيمانهم وقداسة هالأرض. ما تفرط بالأمانة. تيلي لومير باقة ورد لكل الطوائف، عطرة عم يوصل حتى أقاصي الأرض. ما نفرط فيها. كل عنصرة والروح القدس يحل علينا وعلى لبنان والعالم. كل عنصرة وقلوبكم شعلانة بنار الروح، ولما الروح بحل أنا أكيد كل أزمة بتنحل. كل عيد وأنتوا تيلي لومير بعنصرة دايمة. شكرا.